شوشانك آسنا. في السنسكريتية شوشانكا تعني أرنب. في هذه الوضعية يتخذ جسمك شكل الأرنب. لتنفذ التمرين اجلس في وضعية فجراسنا وضع يديك على ركبتيك. باعد بين الركبتين بقدر الإمكان في وضع مريح. تأكد أن أصابع قدميك تلمس بعضها. الآن ضع كفيك بين ركبتيك. أخرج الزفير ومد كفيك ببطء للأمام واثني جسمك. تأكد من أن يديك موازية لبعضها وأن ذقنك على الأرض. انظر أمامك واسترخي في هذه الوضعية قليلاً. تنفس بشكل طبيعي. شوشانك آسنا تخفف من الإمساك وتحسن عملية الهضم. هذا التمرين يخفف آلام الظهر أيضاً. على مرضى ضغط الدم المرتفع تجنب هذا التمرين. على المرضى الذين يعانون من هشاشة عظام الركبتين الحذر عند أداء هذا التمرين أو تجنبه. تجنب هذه الوضعية إن كنت تعاني من آلام حادة في الظهر. بعد الثبات على هذه الوضعية قليلاً وأنت تتنفس قم وقف مستقيماً. أخرج زفيراً وعد لوضعية فجراسنا. وأنت تثني جسمك في اتجاه واحد مدد ساقيك وعد إلى وضعية فيشراماسنا واسترخي. ممارسة شوشانك آسنا بانتظام تساعد في تقليل التوتر والغضب.